حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أو الإعلامي إلياس المريسي. إلياس، مرحبا بك، وما جديد المواجهات في جبهات الضالع؟ مرحبا بك، مساء الخير لك ولكل من يشاهدنا الآن. الجديد أن ميليشيات الحوثي بالأمس حاولت الهجوم أو نحو موقع صانح الذي يسيطر عليه الجيش الوطني والقوات المشتركة من الحزام الأمني والعمالقة، إلا أن قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة صدت هذا الهجوم وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في هذا الهجوم الذي شنته. ومن ضمن قتل الحوثيين بالأمس كان القيادي الحوثي عبد الإله علي المقداد، شقيق نائب رئيس ما يسمى بمجلس التلاحم القبلي وقائد فرقة الاقتحامات الحوثية. نعم، وماذا عن الوضع الإنساني؟ الوضع الإنساني يا عزيزي، ميليشيات الحوثي ترتكب مجازر مروعة في قرية شخب غرب مدينة قعطلة. بالأمس قامت بقصف عنيف على هذه القرية، مما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة أربع أخريات. يقال أنهم الآن في العنايات المركزة ووضعهم حرج للغاية. أما بالنسبة وشنت أيضا ميليشيات الحوثي عدة اعتقالات أو حملة اعتقالات واسعة في مناطق غرب قعطبة. قيل أن هذه الاعتقالات في قرى سليم والفاخر التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بمبرر التجسس والتخابر لصالح الجيش الوطني والمقاومة في هذه المناطق أيضا. بالإضافة إلى أن طيران التحالف اليوم في صباح اليوم شن غارة على مخازن للأسلحة تتبع ميليشيات الحوثي في منطقة الفاخر، قبل في الصباح اليوم في منطقة الفاخر مخزن لميليشيات الحوثي.